بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 30 من مارس يعين إلى يوم الأرض في القضية الفلسطينية. الحديث الأول لهذا اللقاء، ثم حديث عن الفرق بين الديمقراطية وبين الدكتاتورية والاستبداد، تطبيقات الفروق، وحديث عن زيارة الرئيس أوباما إلى المنطقة. على مدى قرون عديدة تعاني الأمة من عملية ضعف مزمنة يعود سببها إلى الاستبداد وتغييب إرادة الأمة من إدارة شؤونها. هذا هو الخلل الرئيسي الذي يضعف الأمم أو يقوي الأمم إذا تم إصلاحها. بقية الأمور هي أمور مساعدة مكملة، ولكن مع تهميش الأمة وإلغاء الأمة من إدارة شؤونها، أي أمة تأخذ طريقها إلى الانحدار. إذا كان التنافس بين أمم جميعها تلغي إرادة شعوبها، تتفوق على بعضها البعض بعناصر القوة العسكرية، تتفوق بعناصر آنية محددة، فيغلب هذه الأمة فترة ثم تنهزم، وهكذا. الأمة التي تحترم أو النظام الذي يحترم شعبه، يحترم إرادة الناس، يقوم على أسس إنسانية وعقلية، هذا ينتصر على الأنظمة الأخرى، يكون قادر على الانتصار. حالة الاستبداد قادت الأمة إلى حالة من الضعف، وحتى في المراحل التي سدنا فيها العالم بنسبة معينة من السيادة، لأن العالم كان أيضا يعيش نفس المشكلة الاستبدادية، نفس المشكلة الاستبدادية موجودة في إيران، موجودة في أوروبا، موجودة في العالم القديم التعبير. هذا يغلب، هذا يغلب، ساعات يجون التتار يغلبون. إذا التتار جاءوا فتحوا، هل معنى أن التتار عندهم شيء إيجابي أكثر من المسلمين أو أكثر من الروم أو أكثر من الفرس وغيرها؟ حالة الضعف العامة في الأمة الناتجة من الاستبداد قادتها إلى أن تخسر الكثير من المواقع، سواء كانت في إسبانيا أو في أفريقيا أو في آسيا أو في غيرها، تفقد تواجدها. لم تفقد فقط أراضي ومكانات، فقدت قدرتها في التأثير على العالم، نفوذها في العالم، ثم انتكست إلى حد أن يأتي لها الآخرون إلى عقر دارها ويضعوها تحت الوصاية والاحتلال. وكان مما ضاع في ظل هذا الضعف العام القضية الفلسطينية والأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى. في اللحظة الحديثة من 48 نستطيع أن نقول بهذه التوصيفات: تآمرت، تغافلت، تجاهلت،
وأحسن وصف لم تكن في مستوى إدراك ما يحدث دولنا الإسلامية والعربية بين المؤامرة والتجاهل والإهمال إلى هذا الموضوع وبين عدم القدرة على مجاراة ما يحدث في العالم من حرب عالمية أولى أو حرب عالمية ثانية وتغيراتها والنتيجة تسليم المسجد الأقصى وضياع المسجد الأقصى. بعد 48 والهبة العاطفية التي لم تكن وهذه السمة السائدة لم تكن بدافع الدفاع عن المسجد الأقصى ولا بدافع التحرير الحقيقي ولا لأنها ولكن حكومات تحكم بشبهة الإسلام بشبهة العروبة بشبهة المقدسات وسكوتها عن قيام الكيان الصهيوني يؤدي إلى خطر عليها قلق عليها فتقوم ببعض الأدوار المسرحية غير الحقيقية فيرسلون فرقة عسكرية يرسلون جيش لمدة كم يوم يعملون بعض الأشياء ولأنها ليست قضية حقيقية وجوهرية ينتهي كل هذا العمل بعد ساعات أو أيام أو أشهر وهذا الأساس من 48 إلى الآن تدير الحكومات العربية والإسلامية إلا ما شذ منها ونذر موقفها من القضية الفلسطينية على أساس مصالحها القطرية الخاصة مقدمة عناوين عديدة على القضية الفلسطينية وهذا التقديم يعني تفاوض سري مع العدو اتفاقات سرية مع العدو أو مع الدول الكبرى التي تحتضن وتدافع وتحمي موقف العدو والكيان الإسرائيلي فصارت في من 48 وقبل 48 موضوع القضية الفلسطينية بيع وشراء يتقدم عليها في كل معظم الدول تقريبا لما قلت كل الدول كرسي هذه الدولة على القضية الفلسطينية ما في أحد اسمه القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والأولى الحقيقية لا في فترات شدود في حكومات شاذة بس هاي القاعدة هذه القاعدة لذا التعاطي مع الدول الكبرى بريطانيا وأمريكا أو الكيان الصهيوني سرا وعلنا هو الذي يحكم طبيعة مواقف هذه الدول من القضية الفلسطينية كان هناك أمل في نهاية 2010 بداية 2011 وفي سنة 2011 أن هناك صحوة عربية وهناك ربيع عربي وأن هذا الربيع العربي سينعكس على القضية الفلسطينية قوة بحيث يحمي الفلسطينيين يساهم في استرداد حقوقهم لحد الآن جرت الرياح بما لا تشتهي السفينة أو الحق الفلسطيني مع شديد الأسف كنا نعرف طبيعة نظام حسني مبارك ولكن نظام حسني مبارك كان يوفر نسبة من الحماية عجزنا عن توفيرها يبدو الآن عاجزين عن توفير حتى هذه النسبة سياسي حكي سياسة في اتصالات بين مبارك والأمريكيين يقول لا هذا الحد لا تتجاوزون عليه لو من باب الخطر علي لا تتجاوزون عليه قد يتلمس الإنسان يعني تفهم أو كذا حتى القوى الإسلامية التي وصلت إلى إدارة دولة هنا وهناك ما كان موقفها كثير مختلف الآن يجي يقول هذا توصار لشهرين ما يقدر وسنة ما يقدر يصير ممكن في تجربة إسلامية أخرى في الشهر الأول قالت هذه
السفارة الإسرائيلية برا والسفارة الفلسطينية مكانها. عندها ظروفها بعد، عندها حرب 8 سنوات، عندها حرب 8 سنوات. في الواقع الحالي القضية الفلسطينية عرضة لمزيد من الخسائر، وعرضة إلى محاولات إنهائها بطريقة غير عادلة. محاولات أقول إنهائها، هي لا تنتهي لكونها قضية محقة عادلة إنسانية قبل أن تكون إسلامية وعربية وهي العناوين. هي قضية شعب طرد من أرضه وأخذت من عنده أرضه، وهذا الشعب موجود بين الهجرة القريبة في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان وبقية البلاد المحيطة، وبين موجود في العالم أكثر من نصف الشعب الفلسطيني عايش في الخارج. وقضية محقة عادلة معروفة مكشوفة، والله سبحانه وتعالى لديه وعد فيها. إن عدتم عدنا، هذا وعد الله، هذا وعد الله في هذه القضية. فالقضية الفلسطينية ستنتصر في يوم من الأيام، والحق الفلسطيني سيعود، ولكن في هذه اللحظة القضية الفلسطينية تعاني شديد المعاناة من ضعف الأمة. الأمل بالله سبحانه وتعالى وبالشعوب المؤمنة بهذه القضية المقاومة والمدافعة عنها. بين النظام الديمقراطي والنظام الاستبدادي الدكتاتوري، يعتمد النظام الديمقراطي على الشعب الناس في وجوده. هذه النقطة جوهرية يترتب عليها بقية الحديث. النظام الديمقراطي حتى يكون هناك سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، النظام الديمقراطي يقول هذه السلطة يجب أن تفرز من الناس، يجب أن يختارها الناس، يجب أن يفوضها الناس، يجب أن يوافق عليها الناس. وهذه مسألة جوهرية تماما. في النظام الاستبدادي، نظام المغالبة، نظام الفتح، نظام القهر، نظام التسلط، أي شيء، يقول لا، أنا ما عندي اعتبار إلى الناس، الناس وافقت علي ما وافقت علي، رضت عني ما رضت عني. ما هو جزء من فلسفة النظام مالي؟ فلسفة النظام مالي عندي القوة، أقدر حزب حاكم، أسرة حاكمة، قبيلة حاكمة، فريق سياسي حاكم، طائفة حاكمة، عندي قوة أقدر أقهر الآخرين في بقعة جغرافية معينة، هذا أسميه نظام مالي. شو مشروعيته؟ مشروعية الدبابة، مشروعية القوة، مشروعية التخويف. هذا النظام الديمقراطي الذي يعتبر الموافقة الحرة من الشعب جزء أساسي منه، لا يمكن أن يتواجد بدونها. هذه الميزة الجوهرية تجعل من طبيعة النظام الديمقراطي نظام يحترم الإنسان ويحافظ على حقوقه ويعمل على تلبية حاجته ومصلحته، ويشعر من في السلطة أنه بحاجة إلى الناس بشكل دائم. هذه الفلسفة، في مقابلها فلسفة النظام غير الديمقراطي. تقوم تلك الأنظمة على عقيدة القهر وإخافة الشعوب وتجهيل الشعوب إذا كانت هذا الوعي سيؤدي إلى الإضرار بما في يدها من سلطة، ومنعها من وعي حقوقها السياسية. إذا أدركنا بعمق هذه الطبيعة للأنظمة نفهم طبيعة التصرفات
ونتوقع طبيعة التصرفات بين النظامين. إذا تظاهر الشعب بغالبية واضحة في النظام الديمقراطي تقدم الحكومة استقالتها، ما تطلق مسيلات دموع ولا تطلق رصاص شوزن خرطوشة وانشطاري ولا تطلق رصاص حي ولا تعلن أحكام عرفية ولا تطلق رصاص أبدا، تقدم الحكومة استقالتها وتحدد موعدا مبكرا لإجراء انتخابات برلمانية، تفرز حكومة رئاسية، تجيب رئيس، تفرز، خلاص انتهى الموضوع. في مظاهرات ما هي على الحكومة، على الرئيس، يجي الرئيس يقدم استقالته. أنت تشوف هذه إيطاليا، هذه بريطانيا، هذه الدنيا كلها، يجي الرئيس يقدم استقالته وتنتهي المشكلة. في النظام غير الديمقراطي، في النظام الاستبدادي، يقوم هذا النظام بقتل المتظاهرين وسجن المتظاهرين وفصل المتظاهرين من أعمالهم، قطع أرزاقهم ومحاصرة قراهم وبيوتهم وأماكن سكناهم، وفعل كل ما يستطيع من أجل قهر إرادتهم وإخضاعهم لفلسفة الأولية. فلسفة القهر، نظام الديمقراطي فلسفة الاحترام، ما عنده شيء، احترام يحترم إرادة الشعب يمشي. نظام الاستبدادي فلسفة القهر، يستمر في ممارسة القهر. في النظام الديمقراطي إذا اكتشفت سرقة قام بها أحد الوزراء أو قام بها مسؤول من المسؤولين البارزين، يستقيل هذا المسؤول ويستقيل الوزير المسؤول عنه، وربما تقدم الحكومة أيضا استقالتها إذا كان الموضوع كبيرا. في النظام الاستبدادي يعاقب من كشف السرقة ويوضع في السجن، ويكرم من قام بالسرقة بغض الطرف عنه أو بنقله إلى موقع آخر يسرق من زاوية أخرى. في النظام الديمقراطي إذا خرج مسؤول وتحدث بالإساءة إلى الشعب أو إلى قسم صغير أو كبير من الشعب، كما تحدث عبر تويتر المتحدث باسم الجيش لينال من طائفة بأكملها ويوصفها بأبشع الأوصاف، في النظام الديمقراطي يوقف عن عمله، يحقق معه، وإذا ثبت عليه ذلك يعزل من منصبه، وقد يقدم الوزير استقالته لشناعة هذا الفعل. في النظام الاستبدادي، في النظام غير الديمقراطي، لا يحدث شيء. في النظام الديمقراطي إذا ثبت أو إذا وجد اعتداء على أمر ديني من قبل أجهزة رسمية، كما حدث من اعتداء على مسابقة قرآنية بدون وجود أدنى سبب أو ملابسة عبر إطلاق مسيلات الدموع عليها، وهي ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة النظام، في النظام الديمقراطي يستجوب، يوقف عن العمل
وربما يقدم الوزير استقالته. في الأنظمة الاستبدادية هذه الحادثة لم تقع. إذا كانت موثقة في الفيديو فهذا ناتج من أن مدرعتهم غير مدرعتنا، وشوزنهم غير شوزننا، الشوزن اللي قتل فلان غير شوزننا، ومسيل الدموع مو إحنا أطلقنا. وهذه فبركة الوفاق وفبركة القوى المعارضة. في النظام الديمقراطي لو حدث هذا الاعتداء على جالية لا يتعدى عددها 10 أشخاص في البلد، 10 أشخاص بس، 10 عندهم عقيدة قاعدين في صومعتهم يمارسون عقيدتهم، تم الاعتداء عليهم. لو كان هذا الاعتداء مو من الدولة والدولة لم توفر لهم الحماية، يمكن الحكومة تستقيل والوزارة تستقيل، فضلا عن المحاسبة والمعاقبة. ويكون تقرير ينتظرون الناس ويطلع في التلفزيون الرسمي ويطلع في الفضائيات، أما نتائج تحقيقاتنا فهي تخرج بالحكم على الشاب الذي ناله الضرب والأذى ب15 سنة، هو اللي مشلخ بالرصاص بالشوزان وهو اللي يحكم عليه 15 سنة بتهمة الاعتداء على الشرطي، تهمة الاعتداء على الشرطي. النظام الديمقراطي هو نظام إنساني قائم على المنطق والعقل. النظام الاستبدادي هو نظام وحشي لا إنسانية فيه، يقوم على شريعة القوة والقهر وإلغاء الإنسانية. أي بلد من البلدان يبتلي بنظام غير ديمقراطي فهو يعاني، بنظام استبدادي فهو يعاني أسوأ ما يمكن. زيارة أوباما إلى المنطقة، في البدء أقدر للرئيس أوباما أنه الرئيس تقريبا الوحيد من رؤساء الدول الهامة الكبرى الذي ذكر قضية البحرين بإنصاف في عدة خطابات في الأمم المتحدة وفي أحاديث أخرى، وطالب أكثر من مرة عبر هذه الخطابات بعدم هدم مساجد المسلمين الشيعة في البحرين، وطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقال لا يمكن أن يكون هناك حوارا جادا والمعتقلين السياسيين في السجون، وطالب بإيجاد حل سياسي في البحرين يقوم على الأسس والمعايير الدولية والإنسانية. سيادة الرئيس، وأنت تزور المنطقة، أن شعب البحرين يتطلع إلى أن تتقدموا خطوة إلى الأمام، وأن لا يكتفوا مشكورا بأن يسمعوا فقط خطابكم من دون أن يترجم هذا الخطاب إلى خطوات عملية ملموسة أنتم قادرون على القيام بها. إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تتدخل في أماكن مختلفة من العالم لحماية الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، فلماذا وكيف نبرر وكيف نفهم أن تعجز الولايات المتحدة عن إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان أو المساهمة في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على مدى 3 سنوات؟ فالانتهاكات التي سجلها السيد بسيوني في سنة 2011 في مجملها مستمرة، والفاصل بين صدق كلامي هذا وعدمه
هي أن تأتي بعثة مستقلة من الأمم المتحدة من أجل أن تكذبني أو تكذب النظام. فلماذا لا تفعلون ذلك وتقطع هذا النزاع بين المعارضة؟ واخرجوا بشهادة من الأمم المتحدة تقول بأن النظام في البحرين نفذ توصيات بسيوني ونفذ توصيات جنيف، وأنه لا يمارس التعذيب ولا يعيق إعادة بناء المساجد ولا يعتدي على الحريات الدينية والطائفية للشيعة ولا يمارس التطهير الطائفي والاضطهاد الطائفي لمواطنيه. اخرجوا بهذه النتيجة بعد أن تأتي بعثة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى نسكت نحن ونقول أن العالم قرر بأنه لا توجد انتهاكات. يتطلع هذا الشعب إلى أن تساهم هذه الزيارة وأن تقوم الولايات المتحدة بمساعدة البحرين بكل مكوناتها في الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل يستجيب إلى التطلعات المشروعة لشعب البحرين في المساواة، مساواة مساواة، سود وبيض يتساوون، عرب وعجم يتساوون، قبائل مختلفة يتساوون في مساواة إنسانية، مواطنة متساوين، ما في مميزات، أسرة لازم تحكم بكل شيء وشعب يهمش، مساواة بس، مساواة سيادة الرئيس، مساواة. أخوانك وآبائك اللي ناضلوا في أمريكا الجنوبية، الشعب الذي ناصرت وناضل في جنوب أفريقيا من أجل المساواة، نبى مساواة، نبى نكون مواطنين على درجة واحدة مع بقية الأبناء البحرين بس، لأن نفس الحقوق علينا، نفس الواجبات، ابتداء من الحق السياسي مرورا بحق التوظيف وحق الترقية وحق الحصول على الخدمة في الإسكان بس. يتطلع هذا الشعب إلى دور فاعل وخطوات ملموسة في إيجاد حل سياسي يحقق مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: مشكلة البحرين، أحد الانتهاكات الأساسية في البحرين، عدم قدرة شعب البحرين على تغيير رئيس وزراء بطريقة سلمية منظمة، ما نبغى شيء ثاني. تقرير وزارة الخارجية، ترك كلامي، اخذ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: مشكلتنا شنو؟ ساهموا في حل هالمشكلة. وين بتحصلون الناس في الدنيا مسالمين أكثر من الشعب؟ وما المبرر إلى عدم مناصرة حقوقهم الطبيعية الإنسانية؟ نتمنى أن تعود هذه الزيارة على تخفيف حدة التوتر والمشاكل القائمة في المنطقة، وأن تؤسس وتساهم في إيجاد علاقات إيجابية مع جميع دول المنطقة. الصلاة واحة واستقرار نفسي. الإنسان مخلوق بين تركيبتين، هذا الطين وهذه الروح، والطين يصرخ في الإنسان في كل لحظة، ولذا في جوانب الطين لا يحتاج إلى توجيه، ما يجي له التوجيه، كلوا واشربوا، يقول لا تسرفوا، يبي يهذب فيه، ولا هو بطبيعة غريزة الجوع راح يروح يأكل، طبيعة غريزة الجوع راح يروح يأكل حتى يدافع عن الحياة مالته، يفعل كل شيء في الدفاع عن نفسه، ومكون هاي طبيعي حالة فيه، مو هو غلط، مو هو عيب، حالة طبيعية فيه، مدفوع بحسب فطرته، بحسب خلقه، طبيعة خلقه مدفوع إليها يقوم بها.
حاجات الروح هي التي تحتاج إلى التنبيه، ولذا الرسل تجي تكمل مكارم الأخلاق، توصي على هاي، توصي هني، توصي هني. من النعم والبركات الإلهية في الدين الإسلامي إيجاد فكرة الصلاة، إيجاد فكرة الصلاة من أجل راحة الروح واستراحة الروح. استراحة الروح المتلبسة بالجسد الذي يضغط عليها الجسد بشكل مستمر في متابعة احتياجاته. هذه الفطرة مالتنا، احنا مطلوب من عندنا مو مناقضة الفطرة، هذه غرائزنا، هذه تكويننا، وإنما تهذيبها. نفسي أروضها بالتقوى، تهذيبها، أنسنتها، إعطائها الروحانية، إبراز الروحانية فيها، حتى ألبي حاجة الجسد من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، يأخذ من عندي 90% من وقتي. ما حد يقدر ينفك، ما حد يقدر ينفك. هذا الضغط الهائل يجعل الإنسان يعني يتأثر، يفقد، تنزوي أهم جوانب الكمالات فيه، وأهم الأشياء الثمينة يروح الإنسان. فيأتي الله سبحانه وتعالى بقرة عين رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيقوم فيها وفي أمثالها نصف الليل أو ثلثي الليل، ويسير على سيرة علي بن أبي طالب، ويسير على سيرته الصالحون. ونحن نعجز عن الليل، ونعجز عن الانقطاع في الخمس فرائض، وهني نجي نفقد أهم حاجة إلينا. هو الإنسان هذا بطبيعة العجولة، بطبيعة المنشغلة أكثر مما يجب بالدنيا، ما نستفيد. يعني يكون المتحدث وإن شاء الله المستمعين أفضل وخير منه، ما نستفيد من هذا العطاء الإلهي. هذه فترة جاي منها الله سبحانه وتعالى، متعب من الدنيا، رزقك قليل، عندك مشاكل صحية، عندك 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 عند واحدة من ثمار هذه يقول لك تعال حطها هني وانقطع عندي، سيزول كثير مما تعاني. احنا لا، انجي جايبين هذه المشكلة، بدل ما نطلع من الصلاة ونغطي بقية الآلام، نجيب الآلام تدخل على الصلاة تمحيها. مو من الله سبحانه وتعالى، مو التقصير من الله، التقصير من عندنا، احنا مو راضين. فشرط نجاح هذا الغذاء في تحقيق طمأنينة الروح وراحته هو الانقطاع والإخلاص والتجرد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بفضل منه أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل من صلاتنا راحة لأرواحنا وأبداننا وهمومنا، ومعراجا إلى رضوانه وكمالات الإنسان التي خلقنا من أجلها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم. اللهم فرج عن أحبتنا المعتقلين، شاف الجرحى والمعلولين، آمن المطاردين، أرجع المهجرين،
اللهم أحق الحق وانصر أهله. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.